ابراهيم تفضل عاود كاع داكشي اللي بغيتي حنا تنسمعوك ابراهيم. مرحبا. المهم انا كنت عشت في واحد الخيريه. المهم قبل ما نبدا نعاود القصه ديالي نعاود لك كيفاش مسبقا على حساب لاسيستون سوسيال اللي كانت قالت لي انني تلقيت في واحد الحاله دي بشعه جدا. بحالاش؟ يعني كنت مورا سبيطار ديال محمد الخامس مدينه مكناس بالضبط، وكانت الوالده ديالي لحقتني بلا ورقه بلا تاريخ بلا حتى شي حاجه. وكانوا اللي كان سبب الانقاذ ديالي هما الكلاب حشك كانوا ضايرين بيا، والحمد لله ما كنتش مقيوس بشي ضرر جسدي ولا شي حاجه، الى ان كان السبب الوحيد الانقاذ ديالي هما الكلاب صراحه. من بعد جا المهم سلطات وداك الشيء هزوني، ومني هزوني مشيت عبرت مباشره شحال كان وزن. منين وزنت المهم انا داك الشيء اللي كنعاود لك دابا لاسيستون سوسيال هي اللي قالت لي فاش جيت نقلب على الدوسي ديالي. فاش تهزيت من داك لانه كانت غير الغابه، مور سبيطار محمد الخامس كانت غير الغابه، يعني كان بامكانهم القدره الالهيه كان بامكانهم ياكلوني، ولكن بقدره الله عز وجل حماني في ديك اللحظه. وبحال هما ممكن مكسرت النباح ديالهم، واقيلا هما اللي وراو الناس بان كاين شي حاجه تما، ياك اللي فهمت. اي ولدرجه ان النبيح ديالهم كان مجهد بزاف مقارنه بالنبيح ديالهم البسيط. سبحان الله سبحان الله العظيم. من بعد صافي تهزيت في ذاك الموقع والتجأت مباشره للمستشفى تداويت الى غير ذلك. صافي كنت ترعرعت في واحد المؤسسه بدون ذكر الاسم ديالها. المهم بديت كنكبر، لكن في ديك المؤسسه بديت كندير 9 سنين 10 سنين. في الحين ان واحد الشخص كان تربى معنا هو في اللاج ديالو كبير، وانا كانت عندي 9 سنين. في اللحظة اللي احنا مجموعين دراري كاملين من تقريبا كانت تقريبا 300 طفل في ديك المؤسسة، الا واحد اللي كبير علينا تقريبا عنده 18 سنة. كان يا ربي تسمح لي ولا سمحت لي انا غادي نقول واحد الهضرة، خذ راحتك. اللي كانت كما كنقولوا بالعربية كانت ينوب علينا. يعني كان تينوب علينا صغار هو اللي كبير حيت لقانا صغار هو اللي كبير، هو اللي كان كما كنقولوا كانت عنده السلطه وسط الدراري. وداكشي المربيه كانت كتعطيه السلطه، دونك هو كان داير فينا ما بغا ويعلقنا بالرجلين. كانت عنده واحد الحديده في لاشومغ ديالو اللي دار بسالات خاصه ياكل العصا، ولكن كان كل ليله كان تينوب علينا. شحال كنتو بينكم تقريبا في ديك البيت؟ يعني بالنسبه ل في البيت تعديو عليكم تقريبا شحال كنتو بيكم؟ كنا بينا تقريبا في لاشومبغ واحد، كنا بينا 22 شخص في شومبر واحده. في شومبر واحده 22 شخص. راه بحال كنعاود لك بهاد التفاصيل، السردين كتعرف بوطاد السردين وكذلك بحال هكا مشكلين ما بين الرجلين والراس. ديك اللحظه انا المهم مازال لحد الان كنعاود لك، وفي نفس الوقت كنتذكر الايام اللي دوزتها من اكفس الايام في حياتي. وفي ديك اللحظه صافي بدينا كنكبروا دارت 10 سنين 12 عام صافي حنا بدينا كنكبروا. واحد النهاريات تحولنا لواحد المركز جديد اللي بناتو هذيك الرئيسة. فاش مشينا دوزنا الطفولة ديالنا عاوتاني، يعني كملنا البلوغ السن ديالنا كما كنقولوا. لكن قبل ما نخرج انا من ديك المؤسسة وقعت واحد الحاجة اللي صراحة ضرتني بزاف، لا نفسانيا ولا جسديا ولا كل شيء. جات
جلسات في واحد الكرسي وامرت المسؤولين انهم يعطيوها الورقه ديال التلاميذ اللي داروا المسالات داخل المؤسسه ولا خارجها، لان كنا كنقراو في المدارس العموميه، وكانوا دوك الاساتذه كانوا الاساتذه كانوا كيقيدوا السميات اللي كيديروا المسالات باش منين تجي المربيه تعطيهم ليها مباشره تعطيهم لديك الرئيسه. مشينا حتى كنلقاو مفرشين لها كما كنقولوا الحصيره كامله، وقالت لها وقالت لهم هذوك الدراري اللي غادي يجيو لعندي ياكلوا العصا بواحد بواحد غادي يجيو ويحيدوا التيشيرت ديالهم يبقاو غير بالكالسون ديالهم صافي ويتجبدوا في الارض، لدرجه ان هي جابت مصوطه ديال العود. هذه الرئيسه العود اللي ولا المربيه؟ هذه لا 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 هذه راه الرئيسه، اما المربيه راه دارت خدمتها وجدت لا ليست ديالها باش تمدها ليها مباشره. في الحين ان الدراري اللي مساكن كنشوفهم، انا ما نكذبش عليك بديك البشاعه اللي شفت داك المنظر صعيب ما تكونش عندك المهم تكون ما يكونوش عندك زعما فريمون. انا كنعاود لك وكنتاثر في هذه اللحظه ما نكذبش عليك. والله الا فريمون سمح لي اخاي بادير، ولكن المهم انا كنحاول نهضر معاك وفي نفس الوقت شويه عليك راسي مزيان. خذ راحتك راهبه، خذ راحتك. المهم انا في ديك اللحظه شفت واحد البشاعة اللي ما عمرني تخيلتها من ديك الرئيسة تقدر ديرها، ما كدبش عليك، لدرجة أنها وقفات. ياك تخيل معايا أنها وقفات من داك الكرسي اللي كانت جالسة وشادة المصوطة ديال العود، وقدامها تقريبا شي 8 ديال الدراري باقين يلاه تقريبا عندهم 10 سنين، المهم من 10 سنين ل 17 سنة، كتهز داك المصوطة ديال العود كتبدا تضرب ضرب يا ما ضرب ضرب يا ما المهم من الفخاد لتحت الظهر كذلك كتبدا تضربهم وهي كتعيط لينا، حنا كنا كبار عليهم شويه، كتعيط لينا كتقول مربيه عافاك عيطي لي على دوك الدراري اللي فوق، دوك الدراري الكبار يجيو يشوفوا عبره لهاد الدراري اللي كياكلوا العصا قدامي. انا في ديك اللحظه صافي ما استحملتش داك الوضع صفه نهائيه، عيط المسؤول عيط له، هذا مسؤول على الجمعيه كامله. بينه وبينه هي في ديك اللحظه هي راه كاينه. عيط له قلت له عفاك الا كان ممكن انا شتي واخا نبقى نبات قدام ديك الشجره ولا نشوف هذا المنظر اللي خوتي كياكلوا العصا بهذه الطريقه، انا ما نقدرش نستحمل، عفاك وجد لي الورقه ديال الالتزام باللي انا صافي ما كنسلت حتى شي حاجه من هذه المؤسسه وما بغيتش نكمل في هذه المؤسسه، الله يجازيكم بخير بغيت نمشي بحالي صافي واخا نتشرد ماشي مشكل. هو مسكين المسؤول تيقول لي لا ورا انت ما غاديش تكون ضمن هاد الدراري اللي كياكلوا العصا. قلت له شوف راه خوتي كياكلوا العصا وانت كتشوف بعينك، فما بالك انا استحمل هذاك المنظر؟ راه ما يمكنش. دابا الله يجازيك بخير وجد لي الورقه الالتزام باللي انا صافي غادي نخرج من هذه المؤسسه طوعيا، وفعلا مشى جاب الورقه وكيسني كيعمر فيها وكل شيء، ومشيت سنيت من بعد مشيت بحالتي. جاب الله واحد السيده كنعرفها كانت عندي نيميرو التليفون ديالها وجات، قلت له قبل ما نسني غادي نعيط لواحد السيده كانت كتديني مني كانت عندي 3 سنين. مشي عيط لها وجات كتجري حيت عارفاني انا الا عيط لها عارفه راه شي حاجه ماشي هي هذه. جات ولقات الرئيسه في ديك المهزله اللي كانت فيها وهي واقفه وكتضرب الدراري في ديك الطريقه. جات وغوتات عليها هذه السيده اللي كانت كتديني مني كنت صغير، جات غوتات عليها وقالت لها لا لا شنو كديري وشنو هذا الشيء كديري واش ماشي حشومه عليك، راه الا عيط لك على الصحافه راه شنو غادي يديروا لك. قالت لها شوفي جوج كلمات، هذه الرئيسه هي جاوباتها قالت لها شوفي جوج كلمات، يا اما تدي الولد ولا اما الولد غادي يبقى معنا وغادي ندير ولا ديري بناقص منه كاع. قالت لها انا جوج كلمات،
يا اما غادي تعطيني هذا الولد ولا دابا غادي نعيط للصحافه يجيو يشوفوك في هذا المنظر اللي كديري مع الدراري. ما نكذبش عليك، استسلمات السيده الرئيسه وقالت لها ماشي مشكل، هانت يدي للدري والله يسهل عليك، ما شتيني ما شتك وهكاك. ورغم ذلك انا ديك السيده اللي جات تديني قالت لها الله يخت فيك الحق وحسبي الله ونعم الوكيل على الشيء اللي كنشوف، زعما هذا الشيء راه خصو الصحافه يحضر ذاك الوقت، لانه في ذاك الوقت كانت عندها السلطه ما كان حتى شي واحد يهضر، فهمتي؟ صافي ديك اللحظه مشيت عشت مع ديك السيده عام ويمكن ولا 3 سنين. من بعد صافي خرجت بحالتي حتى انا، وقع لي معاهم شي مشكل لانه ديك السيده بدات تتزوج بناتها، وبناتها يمكن عندها شي 5 ديال البنات، صافي بدات تتزوجهم رجالاتهم، ما بقاوش كيستحملوني تيقولك مادام حتى هي ماشي من العرق ديالهم ولا ماشي من سميتو، صافي ما كتسال حتى شي حاجه، سير الله يسهل عليك. هذا الزوج لولاد بنتها، صافي خرجت بحالاتي، صافي من تماك بديت تنواجه الصعوبات وبديت تنواجه المهم تعرضت كما كنقولوا الاغتصاب من هنا ولهنا ولهنا، في القهاوي في الريستورون لاي ريستورون خدمته ولا اي، المهم كانوا تيطمعوا فيا. مادام انك يعرفوك، مادام انك يعرفوك ماشي انت، ما عندكش والديك او لا ما عندكش لا تبع لا متبوع. واش حكاش في عمرك ابراهيم في ديك اللحظة؟ كانت عندي ما بين 19 و 20، حيت انا في 18 فاش خرجت. في ديك اللقطة اضطريت انني الوجه امام الامر الواقع، سواء كانت زوينة ولا خايبة. اللي عطاها لي سيدي ربي مرحبا بها، ماشي مشكل. المهم انا استمريت الحياة وخديتها بجدية، وعرفت راشي شكون انا، وعرفت المجتمع بالضبط اشنو كيسوى، لا زوين ولا اللي خايب. عرفت كيفاش نتأقلم مع المجتمع، بغض النظر ان المؤسسة اللي كنت فيها انا ما قروناش على اشنو غادي يوقع لك، يعني شنو بالضبط اللي غادي يقدر يوقع لك من بعد ما غادي تكبر وتخرج وتشوف المجتمع كيفاش داير. هادشي ما كناش كنتصوروه بصفة نهائية، لانه كان راسنا خاوي، كان راس الراس ديالنا خاوي خاوي بزاف خايبات. صافي المهم بديت درت تكوين، قريت على النجاره والنقش على الخشب وداك الشيء، لكن مع المده لقيت المشكل عندي في يعني في الصدر ديالي، كنت خنق وكل شيء. استمريت صافي المهم بقيت كنستمر في الحياة عادية، كنتلاقى بعض هذا ياكل لي في رزقي، هذا ياكل لي في كما كنقولوا ينهش في اللحم ديالي كيف بغى، ولكن انا عاوتاني ما كانش عندي اللي كيحكمني ولا كما كنقولوا المهم مقطوع من الشجرة بصفة رسمية. واحد ناريات كنت مشيت خدمت في واحد القهوة، وديك القهوة مولاها سكايري، مولاها سكايري، وما عرفتوش انا سكايري. خدمت معاه مدة ديال 5 شهور، تخيل اخاي بادر انا 5 شهور ما تخلصش فيها، منين عرفني ولد الخيرية وداك الشيء، ما تخلصش فيها بصفة نهائية، ولا حني للزنقة ملي جيت نطلب المستحقات ديالي والشهور اللي ضاعوا ليا من طرف داك الشخص. انا شنو درت؟ مشيت شكيت به المسؤولين ديال المكناس وداك الشيء، جاوا معايا منين عرفوني من ديك الخيريه، جاوا معايا وجاوا هضروا معاه، قالوا له الشريف شنو هذا الشيء كدير، وهذا السيد كيطلب غير حقه وداك الشيء، علاش كليتي له في رزقه؟ صافي السيد بدا تيدخل ويخرج، بقاو كيقلبوا له في المسائل ديالو الشخصيه وداك الشيء، لقاو انه كيشرب، لقاو انه كيتحشاش، صافي هو يتشد. صافي سدوا له القهوه ديالو لانه كان غير كارهها، وصافي. وانا عاوتاني بقيت كنستمر في الحياه عاديه، حتى بديت كنخدم في هاد الشيء الشركات ديال الخياطه، وبقيت يعني مرارا وتكرارا كنت كنتامل انني نلقى والديا ونلقاهم في يعني في
ايام جميله وشي حاجه بحال هكا، ولكن ملي كنسول لاسيستون سوسيال كتقول لي ديما في ما كنطلع من عندها كتقول لها ولدي انت يا راك اكس ال، يعني راك مجهول هويه، ما غادي تلقى حتى شي حاجه، كون على يقين. صافي من تما كزيت يديا صافي، هذا امر الله ما كاينش نعذب ونقلب عليهم صافي. دونك انا استحملت هذه الحياه بجديه، واستحملت هذه الحياه بالكره اللي فيها والجميل اللي فيها، وانا الحمد لله مازال مستمر. وانا صراحه ما خدامش دابا، كنت خدام مي دابا صافي حبست لاسباب ظروف شخصيه. وكنتمنى من خلال هذا اللايف او لا من خلال هذا الفيديو اي شخص اللي سمعه ولا شي حاجه يحن قلبه عليا، مادام انني انا كنطلب كنطلبك انت الاول او لا كما كنقول انت الرئيسي لهذا اللايف. كنتمنى اي شخص سمع هذه القصه ولا يحن قلبه عليا مهما كانت الظروف، ويعذرني على الصغيره والكبيره، لانه راه ماشي انا اللي اختاريت الحياه، الله عز وجل هو اللي اختارها ليا. وانا كنستمر بدافع الصبر وصافي. يا اخي، ولا كانت الوالده ديالك والاب ديالك تيسمعوك اللي خلاوك بالضبط فاش اين العام فاش تخلاو عليك بالضبط؟ انا تسمحوا فيا في 2000 اي ربي 1992، يعني عندك 31 اين شهر دابا 1992 اين 33. ما تسمعكش، شنو قلتي؟ الو شنو قلتي ليا؟ قلت لك حاليا دابا عندك 1992 شهر 5 فيه 30، فهمتي؟ 35 دونك حاليا تكون عندي 33. لا حاليا تكون عندك 32. 32 فوالا 32. إلا كانت الوالدة ديالك تتسمع اللي تسمحات فيك بالقرب ديال مستشفى محمد الخامس ياك؟ بمدينة مكناس في شي غابة تما ياك، المهم في الضواحي ديال النواحي ديال السبيطار، إلا كانت تسمعك شنو تقول لها؟ ما نكذبش عليك، أنا إلا كانت كتسمع لي أنا نقولها لها من هذا المنبر. بعض المرات كندم ملي كنسمح لك، وبعض المرات داك الندم كيرجع ليا وكنسمح لك. دونك أنا محير بين هاد الاختيارات، لانه ما نقدرش نعرف انا شنو الاسباب اللي كانت عندها، ولا شنو بزاف 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 ديال الافكار. واش فهمتي السؤال؟ اسمح لي نقاطعك، مرحبا. ما كرهتيش تشوفها وتعرفها؟ يا ريت والله العظيم، الا انا غير نشوفها والله القسم غير نشوفها صافي عادي يرتاح قلبي، ام وبعدا نعرف ان راه باقا في الحياه. اما الا ماتت راه انا مخير بين انني نسمحها وما نسمحهاش، لانه انا في هذه اللحظه كنهضر معاك وانا في ظروف قاسيه بزاف، راه معايا في هذه الليله اللي كنهضر معاك وليله الجمعه ومباري كان عند الله عز وجل، وفي هذا اللايف مباشره اللي كنهضر معاك فيه راه الله الواحد اللي دابا حاليا كيشوف فيا، حتى واحد ما معايا قسما بالله. الا دابا جالس في لا شومبر ديالي وكاري واللي كيسمعنا هو الله عز وجل فقط، وانت والجواد كما كنقولوا مستمعين، راه زعما الا 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 هزاتها الارض ورحمتها وسميتو، فانا غادي نرحمها ونقول الله يرحمك الوالده ديالي. ولكن بداك الشيء اللي كنمر به انا وكنتقاص به كنبكي كل ليله، وفينك اميمتي وفينك، وبغيتك غير تباني شي نهار، ما كاين حتى شي رد. ما فهمتش انا 32 او 33 عباد الله ما بغاش تبان، راه الله من هذا منكر، راه القليله 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 عنده 20 عام هو القمو من خوتي كنعرفهم،
ما فهمش انا اش من ام هذه اللي تقدر تسمح، حتى ولا كانت بنت، اش من ضمير اللي تجي تشوف فيا وتقول لي انت ولدي اسمح ليا، من بعد هاد السنين، من بعد هاد الحالة الاغتصاب اللي وقعت فيها، من بعد هاد الاستنكارات ديال الحياة اللي مريت بيها، وتجي في الاخر عفاك ولدي اسمح ليا، الظروف اش من ظروف، ولا ما نكذبش عليك اخي بدر، انا بين وبين محير، ما نكذبش عليك والله العظيم انا محير بين انني نسمح ليها وبين انني، حيت علاش انا ما كنتش في ذاك الوقت، ما كنتش في ذاك الوقت اللي كانت هي ولداتني باش نكون عارف اشنو غادي يوقع من هنا لقدام، ولا انا ما كنعلمش الغيب، ولكن داكشي بينها وبين اللي خلقها، راه قالك القطة وكتهز ولادها يا عباد الله، قطة كتهز آه يا ولادها إبراهيم، ما يا كتهز. إبراهيم قسان، زطمتي على الجرح بصراحة، حسينا بيك و المهم تأثرنا بزاف بالقصة ديالك. تنتمنى إذا كانت الوالدة ديالو ولا الأب ديالو ولا اللي عارف شي معلومات على هاد القصة ديال إبراهيم في 1992 30 شهر 5 اللي تعطى ولكن اللي تخلوا عليه. تفضل تفضل. بغيت نقول لك واحد الحاجة اللي هي مهمة حول هاد التاريخ، راه يقدر كل شيء، لأنه تسمية عطتها لي غير مؤسسية مؤسسة بيان سو، عندك السمية والكنية والعبار اللي تعبرت والأضات اللي عطوني، راه هادشي كله راه غير من الخيرية، حيت راه أي شتي تشوفني أنت شخصيا مباشرة تقولي والله ما نعطيك هاد 32، نعطيك غير 22 23 صافي، ربما تكون هاد التاريخ كله مستعار، ولكن هذيك ديال انك تلقيتي في، ولكن انك تلقيتي في سميتو في حدا السبيطار ديال هذيك الخامس حقيقية، حقيقية هذيك حقيقية ورسمية، اما هاد السمية والكنية ولاطات كلها راه غير باش تعرف تعترف بك الدولة وصافي، هاد الشيء اللي كاين. المهم حنا غادي نعطيو، ولكن اللي عارف القصة راه غادي يفهم واللي يتفرج في القصة، إبراهيم هو اسم مستعار بطبيعة الحال، إذا كان شي واحد عنده معلومات على واحد الولد تلقى في هاد السنين هادي حتى السبيطار ديال محمد القاسميس مدينة مكناس، يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية بي ا دي اغ اسباس اش اي ال ا ال اي، اكتب لي بغيت الرقم ديال إبراهيم من مدينة مكناس ونعطيكم الرقم ديال إبراهيم. إبراهيم مازال باغي تقول شي حاجة للمستمعين؟ كان بغي نقول للمستمعين ديالي أولا ديالك ديالنا كاملين تفضل ديالك ديالنا أنهم يشوفوا بعين الرحمة، ما يشوفوش بالنظر، يشوفوا من قلبهم ويعتبروني أخوهم صغير كبير ولدهم. باش ناس باش محتاج ناس تعاونك في خدمة، تعاونك في شي حاجة، ما كرهت والله. أنا دابا حاليا دابا كنهضر معاك صفر درهم، ما كنتش في أي مدينة أنت دابا حاليا؟ مكناس. أنا حاليا مدينة مكناس بالضبط في سيدي بوزكري. اللي بغى الرقم ديال إبراهيم ويساعدو ولا يتعاون معاه ولا اللي عنده معلومات ولا أي شيء، يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية بي ديغ أه إسباس أش إي إل أي، يكتب لي بيت الرقم ديال إبراهيم من مدينة مكناس. خويا إبراهيم تنتمنى أن الله عز وجل يجعل كل ما تبقى من أيامك هي سعادة وفرح، ويعوضك كاع على هذه الأيام ديال الحزن واللي ذقتي فيها الطعم ديال المرارة.